وللتعليق على التطورات العسكرية والميدانية ينضم إلينا من عمان الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق. سعادة الفريق أهلا بك معنا. بعد 5 أشهر من الحرب التي حشدت لها إسرائيل العديد من الألوية والكتائب، ما تزال المقاومة فعالة، تناور، تقتل، تحاصر، تصنع الكمائن، يعني ماذا يعني ذلك عسكريا؟ صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدين. هذا يعني أن المقاومة كانت حاضرة تماما لهذه الحرب بغض النظر عن مدتها الزمنية، فهي مدربة ومعدة وعدت ميادين القتال الخاصة بها وعدت وسائل القتال المطلوبة وعدت وتدربت على أساليب القتال التي يمكن أن تستخدم، وبالتالي نجحت فعلا من اليوم الأول باستخدامه. لكن حقيقة هذه مفاجأة كبيرة، أن تستطيع المقاومة باليوم ال 149 أو 148، يعني 5 أشهر تقريبا، أن تستمر بنفس وتيرة القتال، لا بل بحيوية، يعني نشعر أنها تزداد يوما بعد يوم. يعني حقيقة هذا ما شاهدناه في الفيديوهات التي عرضتوها الآن، وهذه المفردات وهذا الروح القتال، سواء كان الناطق الرسمي لسرايا القدس أو الناطق العسكري أو حتى المقاتلين وهم ينفذون واجباتهم القتالية، تشعر أن هؤلاء مقاتلين حقيقة جاهزين للحرب إلى مدى مفتوح بدون أي سقف زمني. وهذا فعلا معنى الإعداد الحقيقي ثم الإرادي والروح المعنوية العالية حقيقة. وواضح أن هناك كفاءة قتالية عالية جدا، مواجهة بجيش أعتقد أنه لم يكن مهيئا لهذه الحرب وغير جاهز معنويا ولا نفسيا، تعرض إلى صدمة كبيرة جدا يوم 17، وأتي به إلى حرب حقيقة لم يكن بمستواها ولا في أي مرحلة من المراحل. فكان التعويض البسيط أو الجاهز دائما عند الجيش الإسرائيلي هو اللجوء إلى إمكانيات القصف الجوي والبحري والمدفعي التي حقيقة لم تتوقف عن قطاع غزة ولا يوم من بداية القتال إلا فترة الهدنة. حتى في فترة الهدنة كان في هناك بعض القصف، وهدفها الرئيسي حقيقة هو البنى الحياتية التحتية لأهل غزة وأرواحهم وأشلائهم وأجسامهم ودمائهم وبرضه تجويعهم وتعطيشهم. فهي حقيقة واضح أنها حرب يعني عنصرية بكل معنى الكلمة، وقد تكون فعلا هي مصممة هذا السياسي وهذه الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية إلى إزاحة السكان من القطاع. طيب، يعني على الجانب الآخر، إلى أي حد يعني ذلك أيضا فشلا إسرائيليا، فشلا استخباراتيا، تكتيكيا، استراتيجيا، جهلا أيضا بقوة المقاومة؟ والفشل حقيقة يعني باعتقادي شامل كل شيء حقيقة. هلا في يوم 7 أكتوبر كان واضح أن هناك في فشل استخباري كبير إسرائيل ونجاح استخباري المقاومة، وكان في مفاجأة كبيرة من المقاومة، يعني كل عوامل النجاح توفرت للمقاومة يوم 17، وبالتالي أتت بهذه النتائج المبهرة للجميع حقيقة. والجيش الإسرائيلي تعرض لصدمة كبيرة، لم يكن جاهزا لمثل هذا بسبب الحروب حقيقة في هذا الوقت. كان في نوع من الارتخاء في السنوات الأخيرة، سواء كان من خلال خدعة كبرى من المقاومة أو حتى بطبيعة الغرور والغلو وحالة الغطرسة الإسرائيلية حقيقة تنتقل من القيادة إلى المرتبات وإلى الجنود. ثم احتياط كان تم استدعائه على عجل ولم يأخذ وقتا لا للتدريب ولا للتجهيز، بمعنويات أيضا غير مرتفعة بعد صدمة 17. فبالتالي في هناك عوامل كثيرة دخلت في الموضوع. لكن ما يلي المقاومة حقيقة واضح أننا أمام مقاومة تتمتع بأعلى درجات الجاهزية بإرادة عالية وروح قتالية عالية وتصميم حقيقة على الاستمرار. ولعل ما أتى عليه الناطق العسكري لسرايا القدس من مفردات وأدبيات وتهديدات حقيقة تليق تماما باللحظة، خصوصا نحن الآن نعيش مرحلة هناك الكثير من الحديث عن المفاوضات والأسرى والعدد وغيرها من شروط الهدنة أو التي يعني تسعى إليها أمريكا بالدرجة الأولى حقيقة. لأنه تشعر أمريكا أنه يعني ما يتعرض له الجيش الإسرائيلي أصبح يشكل وصمة عار حقيقة وخطر حقيقي على إمكانية استمراره بهذه الحرب وإمكانية وصوله إلى أي نتائج. وبالتالي أمريكا تعتبر
خاسر كبير جدا اذا ما استمرت الوتيره بهذا المستوى. نعم، وقد قال وزير الدفاع الأمريكي أنها قد تنجح في إحراز إنجازات تكتيكية ولكنها ستفشل من الناحية الاستراتيجية. هذا الوضع، صحيح. المفاوضات والترتيبات السياسية مرتبطة بشكل وثيق بما يحدث في الميدان. الآن هذه أو هذا الأداء للمقاومة، ما طبيعة التحدي الذي يفرضه على خطط الاحتلال وكذلك على أهدافه المعلنة من هذه الحرب والمفاوضات الجارية؟ الحقيقة التحدي الحقيقي أمام القيادة الإسرائيلية واضح، أن هناك انسداد لأفق أي نجاح ميداني، وبالتالي يجب أن يطور بديل مناسب. ممكن أن يكون التفاوض والهدنة والوصول إلى صفقة مناسبة بديل، قد يكون. هل نذهب باتجاه البديل المدني وتعميق استهداف المدنيين والإنسان في غزة وإجباره على المغادرة أو إخراجه من مربع الحياة كما يحدث؟ برضه هذا موجود ولكن وله حتى شواهد واضحة. هذا فشل سعادة الفريق، أليس كذلك؟ يعني محاولات التهجير القسري والتخويف والعقاب الجماعي للمدنيين لإثارة النقمة على المقاومة. هذا صحيح، حتى الآن هو فاشل، بالتأكيد فاشل، والإرادة موجودة، لكن أنا استعملت عبارة تعميق الاستهداف. واعتقد احنا في اخر 4 5 ايام بعد نجاحات المقاومه، سواء كان في خان يونس او في حي الزيتون، واضح ان اسرائيل عمقت وزادت من قصف المدنيين. يعني حادث دوار الكويتي حقيقه دوار، يعني شيء يعني عمل فظيع جدا ووحشي جدا، وجاء في وقت يعني حقيقه غريب ان ياتي بهذا الوقت، لكن واضح ان الفشل العملياتي يترجم الى استهداف اكثر المدنيين. يعني مرة أخرى احنا كنا نراهن على ذلك، وفي الغزة صحيح صامدين، لكن ومع ذلك هذا لا يبرر أن نستبعد أن التفكير الإسرائيلي الصهيوني وينصب على ذلك، وينصب على القتل الأكثر والدموية الأكثر والتدمير الأكثر. وهذا نشهد حقيقة. يعني هذه الليلة كان في هناك عشرات الغارات الجوية بكل أنحاء غزة، شمالا ووسطا وجنوبا، من رفح إلى نعم شمال مدينة غزة نفسها. نعم فبالتالي هو هذه، يعني هاي الإمكانية الإسرائيلية هي الأكثر حضورا حقيقة وتأثيرا في الحرب، إذا ما نقارنها بالإمكانيات الأخرى، لأنه الإمكانيات البرية واضح أنها تقدم أهداف أكثر للمقاومة وتعطي فرص أكثر ومساحات نجاح أكثر للمقاومة. وبالتالي هنا التحدي، كيف يعالج ذلك؟ واضح أنهم بيحاولوا يعالجوا حقيقة، وفي كل مرحلة يعالجوا أعتقد يذهبوا للطريق الأكثر سوءا وأكثر برضو نجاحا للمقاومة، وكأن المقاومة أيضا تقرأ ما يفعلوه وتقرأ إمكانياتهم وتقرأ البدائل المتاحة لهم، وقد تكون هي أيضا تستدرجهم بهذه الاتجاهات، لأنه واضح فعلا نجاحات المقاومة في الأيام الأخيرة يعني مذهلة جدا، وليس فقط القسام، سرايا القدس. يعني سمعنا الناطق العسكري للسرايا وسمعنا مفرداته، يعني هذا الرجل وكأنه يوجه رسائل تهديد لإسرائيل وتحذير وتقوية وشد عزم للمفاوضين، نحن جاهزون، نحن نقاتل، سنعيدهم سنعيدهم، نعم. حتى المقاتلين طيب سعادة الفريق، يعني لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، سؤال أخير. يعني اعترفت إسرائيل يوم أمس بمقتل 3 جنود وجرح 14، وأيضا سربت بعض المستشفيات أعداد الجرحى لديها. هل يعكس هذا حقيقة الخسائر الإسرائيلية؟ وهل هناك قاعدة حربية يمكن يعني أن تساعد في فهم أو توقع أو تخمين الأعداد الحقيقية للخسائر في مثل هذه الأحوال؟ اولا اللي حكوه باعتراف اسرائيل انه ال 14 والثلاث هم في عمليه واحده، وهي تفجير البيت او المبنى. على ذلك ان هناك عمليات كثيره، سواء كان استهدافات للمقاومات كلها، سواء القدس، سواء القدس او القسام، في عمليات اخرى لم يعلن عن خسائرها. المستشفى سوروكا اللي في سبير 7 تحدث عن انه استقبل اكثر من 10 اصابات برضه في هذا اليوم، اليوم السابق، وهذا له دلالات. هلا شوف، لا يوجد قياس يعني مثالي نموذجي للخسائر. هناك يعني محاولة
ربط الأمور وقياسها على الحروب السابقة. هل هذا النوع من الحروب حقيقة سوابقه قليلة؟ يعني إذا بدك تأخذ حرب ما حدث في مثلا في العراق عندنا في أعمال الجيش الأمريكي ضد بعض المدن العراقية سواء كان في الشمال أو في الوسط أو في أفغانستان وكذا، راح تكون المقارنات غير دقيقة. لكن نحن نحاول أن نقيس بما يحدث على الأرض الآن. أولا، هناك الكثير من التقارير تحدثت عن أرقام أضعاف ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي، وهذا حقيقي وهذا صحيح. أنا مثلا اجتهدت وعملت بعض القياسات، يعني أخذت أولا مقاييس الخسائر اللي بيعلنوا عنهم، أخذت مقاييس الآليات اللي تم تدميرها وإعطابها من قبل المقاومة والأفراد اللي ممكن يكونوا موجودين فيها، أخذت مقاييس التدمير اللي أحدثوه في غزة وعدد الشهداء والمصابين من أهل غزة أيضا في هذه الحرب، ولقيت أنه يعني كل الأمور تقود إلى نتيجة واحدة، أن ما يتم الإعلان عنه في إسرائيل غير دقيق. هل هي فوق 10,000 كما يدعي بعض الصحفيين الإسرائيليين أو يعلن؟ حتى أعتقد في بعض التقارير الغربية تحدثت عن أكثر من 10,000. أنا أعتقد الرقم على الأرجح أنه قد يكون أكثر من 10,000، لكن بالتأكيد هو أكثر مما يعلن. وما يتعلق بالمقاومة أيضا، ما الخسائر بأي وسيلة تحسبها هي أقل بكثير مما تعلن عنه إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا.